أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الرضا. درس اليوم هو عن الـ common mistakes، الأخطاء الشائعة. So let's get started. وأول خطأ شائع جدا جدا جدا، ولأنه شائع جدا حبيت أخليه أول شيء. الحين عبارة، أو إذا تبغى تقول باللغة الإنجليزية، يخبر الحقيقة أو يقول الحقيقة، من الخطأ إنك تقول say the truth، خطأ جدا. ونستبدلها بكلمتين، يا إنك تقول speak the truth أو تقول tell the truth. طيب، كلمة repent، repent بمعنى يتأسف أو يندم على أو يتوب عن أو يتوب من. فباللغة العربية نلاحظ أن نستخدم يتوب من أو يتوب عن، لكن باللغة الإنجليزية ما تستخدم إلا of مع كلمة repent. فمثلا مثل ما قلنا إنه repent تيجي معها of، فمثلا she repented of her crime، يعني تابت أو ندمت عن جريمتها. she repented of وليس with وليس from. في كثير يخلطوا بين from و of في هذه الكلمة تحديدا. يتوب من، تتوب من، repent of، of. ركزوا فيها، هذه مرة مهمة. نيجي عند ثالث خطأ معنا لليوم، كلمة jealous. jealous صفة بمعنى غيور. طيب، فتبقى تقول مثلا غيور من، يغار من، تستخدم of وليس from. فمثلا she is jealous of her brother، she is jealous of her brother، استخدمنا of. طيب، هنا تغار من أخوها. فهذه الكلمة إذا تبغى تحفظها أو تبغى، إذا ما تبغى تنسى حرف الجر اللي يجي معاها، في أغنية للابرينث اسمها جيلس، مرة حلوة، زائد إنها مرة مفيدة، زائد إنها راح تذكرك دائما بأن كلمة جيلس تجي بعدها of، لأن لابرينث نفسه في كلمات الأغنية ذكر جيلس بعدها of مرة كثير، ممكن فوق 6 مرات. الحين عديت عدد المرات اللي قال I'm jealous of، فطلعت 12 مرة. I'm jealous of the way، I'm jealous of the wind، I'm jealous of the night، I'm jealous of the love، وبلا بلا بلا مرة كثير. ف recommended، مرة أوصيكم فيها في هذا الأغنية، مرة حلوة، مرة كلمات مفيدة. وبس والله آسف على الإطالة، أتمنى أنكم استفدتوا، وآسف أني تأخرت أمس، كانت عندي ظروف جدا قاهرة، ما قدرت أني أنزل لكم سنابات. باي. وريهم الكتاب. أيوة، هذا كتاب قد شرحته لكم زمان، بس في متابعين جدد ممكن ما يعرفوه، اسمه Common Mistakes in English. مرة مفيد، مرة حلو، موجود في جرير، سعره ممكن 91 ريال، مدري 94 ريال، ما أدري والله، نسيت من زمان، ما من زمان أخذته. المهم، خلاص طلع وجهك، طلع وجهك، قول باي.